بعث الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى عزيز أخنوش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار. ومما جاء في هذه البرقية، فبمناسبة إعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار من قبل مؤتمره الوطني السابع، يطيب لنا أن نهنئك على الثقة المتجددة التي حظيت بها من طرف مناضلات ومناضلي الحزب تقديرا منهم لعملك الحزبي المثمر. وأضاف الملك محمد السادس في البرقية: كما نسأل الله تعالى أن يكون توفيق حليفك في مواصلة عملك من أجل تحقيق ما يسبو إليه حزبك من توطيد لمكانته في الساحة السياسية الوطنية، عزيزا لإسهامه بمعية الأحزاب الجادة في النهوض بالمهمة الدستورية للتأطير الفعلي للمواطنين ولا سيما الشباب منهم وإشراكهم في العمل السياسي، الهدف وترسيخ التعبئة للمساهمة في المجهود الجماعي لرفع التحديات الحاسمة لما فيه خير خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين بحسب نص البرقية الملكية.